بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم احمد المنوفي من كبار الموردين لقوافل وشوادر كلنا واحد، مستشار التجاري في حل الازمات في غلاء الاسعار وتوفير المنتجات. انا بطمن الشعب المصري، بقول للشعب المصري كل عام وهم طيبين، عندنا القوافل هتبقى موجوده في كل مكان في الجمهوريه والشوادر. تعليمات سياده الرئيس في مبادره كلنا واحد هذه المرحله توفر السلع مع نزول الاسعار، وبالفعل مع توفير السلع والكميات اللي حصلت معانا في التوريد البضائع والسلع حصل حاجه جميله من يومين، نزول الاسعار في الارز والدقيق من المطاحن ومن مضارب الارز بسبب المبادره. المبادره ساهمت كبير قوي في نزول الاسعار. علينا معروض دلوقتي من الشركات بنزول الاسعار، وبنقول للتجار كلهم اعرض بضاعتك وبيع وخفض الاسعار. ما فيش حاجه هتقابلك الا نزول اسعار الفتره اللي جايه. السلع كتير لان الفتره دي كل عام والناس كلها بخير. المصانع والشركات والتجار بتعمل حسابها من قبل شهر رجب على مخزون كبير موجود في المخازن، فده موجود وهيحل الاسعار. وكل عام والشعب المصري بخير، واحنا سعداء جدا برضا الناس في الشارع ونزول الاسعار، بياخدوا الكميات اللي بياخدوها، واحنا متشكرين جدا. وكل عام والشعب المصري بخير. يا فندم، كثافه المواطنين على السيارات والشراء، احنا جاهزين بالسلع، عندنا كميات كبيره، عندنا اسطول تاني امدادات للقوافل، يعني القوافل ثابته ولها اسطول امدادات، مفيش بضائع ناقصه، كله موجود عندنا في المخازن. احنا والموردين زمايلي والشركات والمصانع مخزون يكفي 6 شهور ويزيد. يا فندم في مخزون في الشركات والحاجات دي للسيزون، موجود كان معمول للسيزون، بس التجار اللي هيقفل على بضاعه او ان كان تاجر شعير او رز او مطحن او هيندم، السعر نازل وابشروا، حاجه جميله خالص. وكل عام والشهر خير. المبادره اثرت بالسلب دلوقتي لان عنده مشكله التاجر المحتكر او المصنع المحتكر او الشركه المحتكره، المبادره اثرت عليهم. احنا نزلنا بالاسعار لحد من 40 ل 50%، وده كويس كويس جدا وحاجه جميله. الاسعار مستمره على طول، ومبادره كلنا واحد ما بتنتهيش. ومتشكر جدا لسعادتك، شكرا.